بلسمي داود روحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني وبمر بتاع الزخواني كلنا واحد ايد بإيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعباوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشفيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عصمو. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير. ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءة أردنية يسعدنا أن نلتقي برجل الأعمال الميكانيكي البارع الذي بدأ منذ مدة من الزمن وها هو يعمل في هذا الكراج المتواضع سيد ناجي الأسمر ليحدثنا كيف كانت البدايات. مساء الخير سيدي. يسعد مساك يا سيدي. يعني ناجي الأسمر ما شاء الله عليك يعني بدأت بهذه الصنعة خلينا نقول نعم منذ مدة طويلة والحمد لله. الحمد لله. ولكن أسست هذا الكراج متأخرا. نعم. قبل أن نتحدث عن هذا الكراج حدثنا البدايات، أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء العمل في هذا القطاع من الصناعة؟ ولدت في الأردن سنة 1965. نعم. درست في مدارس وكالة الغوث بالوحدات. جميل. وتخرجت في معهد البوليتكنيك في البيادر وادي السير أخصائي ميكانيكي. جميل. و... ثم زولت المهنة. نعم زولت المهنة وبدأت في تجارة القطع وفتحت الكراج زي ما أنت شايف وبشتغل في صيانة السيارات. تقريبا كم سنة هذه الخبرة؟ هذه تقريبا من 30 سنة. من 30 سنة. نعم. ما شاء الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني الصناعة مطلوبة كما الطب والمحاماة. نعم. والهندسة. نعم. وكل نعم. شهادات مطلوبة. نعم 100%. أيضا هذه مطلوبة لأن الطبيب الذي يعني بتخرب سيارته بده يروح يصلحها، مزبوط ولا لا؟ 100%. كطبيب ما راح يعرف يصلحها. لا ولكن كميكانيكي راح يعرف يصلحها. يصلح. إذن كل المهن مطلوبة. 100%. ماذا تقول لأبنائنا من أجل حثهم على تعلم هذه الصناعات أو المهن اليدوية الرائعة؟ إنه الواحد يدير باله على مدرسته. أه. وعلى شغله، وكل واحد عنده هواية. كميكانيكي، ككهربجي، كمصلح تليفونات، كمهندس، كدكتور. إنه يتابعها وما يشتغل بشغلة مش شغلته. جميل. الأيدي العاملة التي لديك هنا في نعم. هذا الكراج يحمل اسم دعاء وولاء. نعم. وموجود في منطقة البيادر آخر شارع الصناعة دخلة بوش. نعم. جميل. يعني شو بتشتغلوا، شو بتصنعوا، شو بتصلحوا سيارات؟ احنا بنصلح تقريبا جميع انواع السيارات، بس احنا اخصائيين ساب. نعم. كدلك ورينج روفر. يعني جميع انواع السيارات تقريبا. تصليح وتغيير قطع و... نعم. وبيع قطع غير. وبيع قطع غير. نعم. يعني لو واحد عنده سيارة خربانة كذا موجود لنا قطعها، بنجيب قطعها وبنصلحها وبنركبها. كمبيوتر بتصلحه وبتبدل. بنصلح وبنركب وبنبدل كل شيء. ممتاز. اذا يعني متخصصين في هذا المجال. نعم. جميل. جميل. بدي اياك تذكر ثاني مره عنوانك بالضبط للساده المشاهدين، اين يقع كراج او مؤسسه ولاء ودعاء؟ منطقه البيادر، منطقه الصناعيه بدخله شركه بوش، بعد 200 متر على اليمين الكراج موجود هناك ان شاء الله. ممتاز ممتاز ممتاز. سيدي بدنا نأكد على شبابنا وشاباتنا، ماذا تقول لهم من أجل حثهم على العمل والعطاء وإنجاز؟ يعني إحنا ما بدنا الكل يطلع طبيب أو مهندس. نعم. أو محامي، كمان في مهن مطلوبة. أنا بطلب من أولياء الأمور أهل الـ الأولاد يعني إنه ابنه شو بدرس، شو هوايته، إنه يدرسوا إياها. مش شاب بده يدرس ميكانيكي يروح يدرس مهندس ولا دكتور، ما بزبط، لأنه إذا كلها دكاترة وكلها مهندسين كيف نركب لمبة؟ صح. كيف نصلح سيارة؟ معناته كلنا أطباء ومهندسين سنة. صح. نجيب لنا واحد من برا يصلح. نجيب واحد من برا يصلح. صدقت صدقت. الآن الأمن والأمان وهذه النعمة التي نعيش هنا في الأردن والتي يحسدنا عليها الكثيرون، ما هي الرسالة التي تود تقديمها لأبناء هذا الوطن الكبير؟ أولا الشكر لله عز وجل على نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. والشكر الثاني لجلالة الملك عبد الله الثاني. نعم. ولجميع الدوائر الحكومية منها الأخص الدفاع المدني، الجيش العربي، المخابرات العامة، الاستخبارات، الأمن العام، جميع الدوائر الحكومية، الجنود الساهرة. بالضبط. نعم الجنود الساهرة، العين الساهرة. ولا ننسى أيضا أبناء هذا الوطن الكبير. نعم. وعي الشباب. وعي الشباب. بالضبط. والله يعطيهم العافية. والشباب عندنا ما شاء الله عليهم متفهمين ومتوعيين وواعيين لكل إشي.
وكلهم ايد واحده وكلهم متماسكين الحمد حول الرايه الهاشميه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ناجي الاسمر انا سرد جدا بهذا اللقاء الطيب. الله يبارك فيك. احنا وانتم من اصحاب الكفاءات الطيبه في هذا البلد المعطاء الاردن. نعم. واسمح لي ان انوه للساده المشاهدين بان السيد ناجي الاسمر هي احدى الشخصيات التي قدمت بيديها الكثير لهذا الوطن، وايضا هي احدى الشخصيات التي دعمت هذا البرنامج الوطني كبير كفاءات اردنيه من اجل تقديم مثل هذه الحلقات دائما باستمرار. اشكرك وانا تشرفت فيك واهلا وسهلا فيك. اشكرك. الله يحييكم. هم